الأسواق المالية العالمية مع السيد ديفيد مادن محلل الأسواق في مجموعة إكويتي. ديفيد أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة CNBC عربية. يعني اليوم كل العالم يراقب بحذر ما يحدث في تفاصيل هذه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ويعني الاحتمالات التي ترتفع بأن يكون هناك غزو روسي لأوكرانيا. في هذه الحالة وبأخذ بعين الاعتبار بأن برنت الآن يتداول عند 99 دولار للبرميل، في حال شهدنا الغزو على أرض الواقع، أين سيكون السقف بالنسبة لبرنت؟ أعتقد سوف نرتفع عن هذه المستويات وسوف نصل إلى المستوى النفسي، وبعض المحللين يطالبون بأن يكون هناك مستويات 110 أو 120 دولار للبرميل. كما نعلم أن المتداولون على الرغم من اليقين والخوف من الأسوأ، إذا كان هناك أي هجوم من الجيش الروسي إلى شرق أوكرانيا، أعتقد على الأرجح أن ردة فعل سوق النفط هو أن يكون مستويات 100 دولار أو أكثر من ذلك، حتى مستويات 120 أو حتى 120 دولار للبرميل. نعم سيد ديفيد، نرحب بك من جديد وجها لوجه هذه المرة بعد أن كنا نلتقي يعني عبر المسافات. تماما كما وضعت روسيا نفسها وجها لوجه أمام المجتمع الدولي بهذه الخطوة ولها تداعياتها. الذهب يستفيد من هذه الأزمات بطبيعة الحال، لكن الذهب بأي حال من الأحوال هو ليس بالملاذ الآمن الدائم، لكن نرى الآن يحافظ على مستويات 1900 دولار للأونصة. إلى أي مدى يقترن ذلك بهذه الأزمة علوا وتراجع؟ أولا دائما هذه سعادة أن أكون موجودا وجها لوجه في المدينة الجميلة في دبي. فيما يتعلق بالسوق الذهب، أعتقد أن سوف نشهد استمرار للحركة الصعودية، وعلى الرغم من ذلك فإن على الرغم من الحركة الصعودية في الذهب إلا أنها لم تكن كبيرة كما الارتفاعات السابقة تجاه عدم اليقين الجيوسياسي. يبدو أن المتداولين يدركون واقع أنه يمكننا أن نتطلع إلى رفع معدلات الفائدة عدة مرات من قبل فيدرالي هذا العام وارتفاع دولار الأمريكي، وكل ذلك مع استمرار الفيدرالي بالحديث عن رفع معدلات الفائدة، فهذا سوف طبعا يحد من ارتفاعات الذهب، ولن يرتفع ارتفاع الذهب أكثر من مستوى 1916 أو 1920، ولكن المكاسب ستكون محدودة بالتوقعات برفع معدلات الفائدة عدة مرات من قبل فيدرالي هذا العام. طب ديفيد، اليوم المستثمر يريد أن يعرف كيف عليه أن يتعامل استثماريا مع هذه الأزمة، how to hedge، كيف يقوم بالتحوط من كل ما يحدث في الأسواق، ما هي نصيحتك بالنسبة للمستثمر؟ أعتقد أن الذهب سوف يستمر في أن يكون ملاذا آمنا، وسوف يصل إلى أرفع مستوياته في 18، وهذا حسب النفسية، ولكن أيضا ارتفاع معدلات الفائدة أيضا علينا ألا ننسى ذلك، وأن الذهب كان يلعب لعبا كبيرا فيما يتعلق بالتحوط من التضخم وليس فقط من النواحي الجيوسياسية، والتضخم وصل في الولايات المتحدة إلى 7% وأكثر من ذلك، ومنطقة اليورو وصلت معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في عقود، وأعتقد أن الذهب سوف يستمر في الصعود، كما نشهد أيضا بعض الأمور التي تتعلق بالدولار الكندي. الدولار الكندي أيضا يتفاعل مع سوق النفط، وكما ناقشنا قبل شهدنا صعودا حادا ومع التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، فإن هناك ارتفاع في الدولار الكندي وفي النفط أيضا. نعم سيد ديفيد، يعني أنت تعلم أن هناك هزة خفيفة تضرب الأسواق في هذه الأحيان، هذه اللحظات، كرد فعل على ما يحدث من تطورات جيوسياسية. يعني إلى أي مدى الأسواق ستستمر في ذلك، أو أنها قادرة على امتصاص هذه الصدمة والمضي قدما؟ وأي أسواق أوروبا الأكثر حساسية تجاه ذلك؟ نحن نشهد في الداكس فورتي على سبيل المثال، وارتباط ألمانيا نورد ستريم والاستيراد الغاز الروسي، كل ذلك يلقي بعبء على المؤشرات الألمانية. أعتقد
أعتقد أن الاقتصاد الألماني منكشف بشكل كبير على الصراع في شرق أوروبا. الاقتصاد الألماني أيضا وهو جوهر الاقتصاد الأوروبي وأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي لم شهد نموا سلبيا، وفي عام 2020 لم يكن هناك بداية جيدة لا سيما مع التوترات الجيوسياسية في الاتحاد الأوروبي. إذا لدينا ارتفاع صعودي في أسعار النفط، وأيضا سيكون هناك بعض التوقف في خطوط الإنتاج، وهذا سوف يضر بنفسية المستثمرين في الاقتصاد الأوروبي لا سيما في ألمانيا، والمتداولين في جميع أنحاء العالم سيتطلعون إلى الداكس على أنه سوف يخسر من 3 إلى 5% عن هذه المستويات. السيد ديفيد ميدن، شكرا جزيلا على وجودك معنا، وأنت محلل الأسواق في إكويتي جروب. Thank you very much.